الأزهر المكتوب هي من كلمات وألحان أنور مقدور، توزيع نوح العبدي، وإخراج جواد قصار، وإشراف شرف الناجي. الحمد لله تداعت هذه تقريبا أقل من 10 أيام، والجمهور عجباته والناس كتغنيها الصغر والكبير، فهذه أشياء كلها كتفرحني بيان سور. هذاك اللوك اللي شفتو في الكليب راه هو اللوك ديالي الحقيقي، اللوك ديالي اليومي، هكذاك تنكون ملي تنكون في حياتي العاديه. ولكن بيان سور ما كانت واحد الدراسه على داك لي لوك كاملين، ما جاوش تحطو غير هكذاك. فمع فريق العمل كنا باش نختاروا لي كولور، لو ستيل اللي غادي نلبس في كل سيت شنو هو، والحمد لله توفقوا. عرفتي هذاك الكاميليون ولا الحرباء، سبحان الله العظيم الناس كلها كتسال علاش درتو. ماشي انا اللي درتو في حقيقه، المخرج اللي ارتأى انه يديرو، وسيتي هذيك باش بحال كيبين الصوره ديال بحال واحد السين ديال فاطمه زهراء العروسي، يعني ان كيف ما كنعرفوا الحرباء في محطتها كتبدل وكتتاقلم مع المحيط اللي هي فيه. فهو هذاك الشيء علاش حط هذيك الحرباء. كنزة عندها 13 عام وعندها ديجا لاباج انستغرام ديالها، فيسبوك ما خليتهاش، قلت لها مازال الحال عليا شويه، ولكن في الانستغرام دونك كتلوح لي فوتو ديالها، كدير لي فيديو. بحال دابا الناس اللي متبعيني راه كيعرفوا بان كنزة بنتي الصفحه ديالها هي دي. فكاين مثلا شي مسائل اللي شخصيه بزاف اللي انا براسي ما نبغيهاش تبان، كنبينوهاش. المشكل انا ما عنديش مع شي حد، المشكل مع شي فنان او فنانه، المشكل اللي عندي هو مع الناس اللي شدوا حطوا تصويرتي في ان ايفينمون اللي انا ما عنديش علاقه به، وما عيطوليش حتى في التليفون، حتى شافوني حطيت داك لو بوست ديالي في انستغرام، عاد عيطت لي السيده وقالت لي عاد بغات بحال غادي 3 ايام قبل. فهذا مشكل في حد ذاته، داكشي علاش انا حطيت من لقيت التصويره ديالي حطيت بقلت بان هذا نصب واحتيال، وبالنسبه ليا واحد الناس اللي شدو حطو تصويرتي غير هكذاك ماشي معقوله. فالفنانه وكلات راسها محاميه ديالهم، هذاك شغلها صافي، وانا اساسا ما عندي مشكل مع حتى شي حد. اساسا معروف عليا انني في اي عمل خيري اللي كيعيطوا ليا كنكون متواجده، بغض النظر على الناس اللي فيه، بغض النظر على شكون الفنانين اللي فيه او الى اخره، كنمشي لان انا بالنسبه ليا غنمشي لواحد العمل خيري، فهمتي؟ كيفي انا هذاك بالنسبه لي هذاك العرس اللي مشيت له واحد العرس ديال واحد جوج ديال الناس اللي ما في حالتهمش، على داكشي علاش مشيت، ومشيت كذلك على وجه الميك اب ارتست جواد بنقول اللي هو صديقي وصاحبي. اما باش نمشي لواحد البلاصه على ود باش ناكي شي حد ولا نهائيا، كنمشي لواحد البلاصه حيت انا باغا نمشي لها، حيت كيهمني انا نمشي لذاك البلاصه وصافي وبس. دخلنا تجاوني بزاف ديال العروض، ونقول لك عرفتي راه ما نقولكش لا با دو تو، جاوني جوج ديال الادوار، وهذوك الادوار لقيتهم ما مناسبينيش ورفضتهم.